وبشأن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر سكايب من عمان المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان السيدة إيناس زايد. أهلا بك سيدة إيناس. بداية، في تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش جاء أن القوات الحكومية قامت بتصوير تعذيبها وإعدامها للمعتقلين بفخر. كيف يصل الجنود إلى هذه الحالة من الأريحية أثناء ارتكاب انتهاكاتهم؟ نعم، مساء الخير لكم لجميع مساء النور. المشاهدين. في الحقيقة يعني عديد من التقارير من المنظمات الحقوقية صدرت ووثقت إدانة للحكومة العراقية وكافة أطراف النزاع بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في العراق. كانت قمنا برصده وتوثيقه كمرصد أورو متوسط لحقوق الإنسان من ممارسات طوال ما يسمى الحرب على داعش، والتي تم فيها رصد انتهاكات شملت قتل وتعذيب للمدنيين سواء في المدن العراقية أو حتى في السجون مثل ما حدث في سجن الناصرية، بالإضافة إلى عمليات نهب وتدمير للمنازل وتهجير قسري أيضا للسكان. يعني هذه الانتهاكات لم تتم من قبل فقط أفراد عاديين، ولكن تمت من قبل أيضا أفراد تابعين للجيش العراقي، وهذا ما قمنا برصده أيضا من خلال قيام قوات الحكومة المحلية في محافظة الأنبار في آب الماضي، بأنها قامت بتعذيب شخصين هما المواطن محمد الجنابي والمواطن جاسم النمراوي، وهذا الأمر وهذا التعذيب أدى إلى موتهما في مديرية المكافحة الإجرام، وكان هذا على أيدي قوات تابعة للشرطة العراقية. ومع ذلك لم تقم الحكومة العراقية بفتح أي تحقيق جدي، ولم تقم بمحاسبة أي مسؤول عن هذه الجرائم وعن الجرائم التي تبعتها ووثقتها العديد من المنظمات الحقوقية. هل يمكن القول إذن بأن هذه الجرائم هي ممنهجة نظرا لأنه تساوى بها الطرفان الميليشيات والجيش؟ يعني نحن كنا نأمل أن لا تكون ممنهجة، وكنا في كل مرة يتم فيها الرصد وتوثيق انتهاك نقوم بالتنديد به وأيضا مطالبة الحكومة بالكف عن هذه الانتهاكات، ولكن استمرارها إلى غاية اللحظة يدل على أنها ممنهجة وأنها مرتكبة بشكل مستمر ضد الأفراد المدنيين. هناك أيضا غياب كامل لأي مساءلة لأي شخص سواء كان تابع للحكومة العراقية ولقوات الجيش العراقي أو حتى كان تابع للميليشيات المسلحة التابعة يعني الحق بالجيش، وهذا الأمر يدل على أن هناك رضا سياسي عن هذه الجرائم ولا يوجد هناك أي نية للتحرك ضدها أو إيقافها، وهذا الأمر يعني نجده كمرصد أورو متوسطي أمر ينبئ بالخطورة وباستمرار يعني الانتهاكات في العراق خاصة. هل هناك يعني بعد مسؤولية قانونية تقع على الحكومة باعتبارها أنها لم تتدخل من أجل إيقاف هذه الانتهاكات؟ بالطبع المسؤولية القانونية تقع على عاتق الحكومة العراقية في البداية، لأنها السلطة الموجودة على الأرض الواقع وهي التي بين يديها صلاحية إنفاذ القانون وهي التي تحيل الأشخاص إلى القضاء، لذلك فإن لم تفعل ذلك فهي المسؤولة عن كل تلك الجرائم، وهي أيضا المسؤولة دوليا عن أي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب ويتم السكوت عنها، وهذا الأمر سيعرض كافة القادة السياسيين في العراق إلى المحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية. السيدة إيناس زايد المستشارة القانونية في المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، كنت معنا عبر سكايب. شكرا جزيلا لك.